أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه. نواصل قصة موسى عليه السلام، ومع قول الله عز وجل في سورة المائدة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. إذن سيدنا موسى عليه السلام يذكر بني إسرائيل بنعم الله عليهم: جعل فيكم أنبياء. فبنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، ما كان أمة أعطاها الله، يعني يرحمك الله، أنبياء أكثر من بني إسرائيل. كانوا يقتلون الأنبياء، فكلما قتلوا نبيا بعث الله نبيا آخر، وكذلك جعلهم ملوكا. ثم يقول لهم سيدنا موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. إذن بعد يعني قصة عبادة العجل، وبعد أن يعني السبعين نقيب، سبعين رجل من بني إسرائيل اللي أخذهم سيدنا موسى إلى الطور، بعد كل هذه القصص وصل موسى عليه السلام ببني إسرائيل طريق إلى الأرض المقدسة. الأرض المقدسة اختلف فيها ما شنو المعنى هنا، قيل هي القدس وكانت تسمى إيليا، وقيل هي أريحة، والله أعلم. المهم رفضوا أن يدخلوا الأرض المقدسة، قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يا موسى هذه فيها، هذه الأرض فيها قوم جبارين. فموسى عليه السلام أمرهم أن يحرروا هذه الأرض من هؤلاء الوثنيين، وكانوا من العمالقة الكنعانيين الجبابرة، فرفضوا، قالوا له لن ندخلها، ما ندخلها حتى يخرجوا منها. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، رجلان ممن أنعم الله عليهما بالإيمان وباليقين، قالوا لهم: يا قوم ادخلوا عليهم الباب، غيتوكلوا على الله، غيجتهدوا، أطيعوا نبيكم، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومع ذلك واصلوا العناد، قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعد. وهناك يبان ويظهر جليا الفرق الشاسع بين قوم موسى اللي هما بنو إسرائيل. رأوا الآيات، رأوا المعجزات، فتح لهم البحر، ومع ذلك كان الإيمان ضعيف في قلوبهم. وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اللي ما كان عندهم هذا المعجزات كما رأوها قوم موسى، ومع ذلك هذه القصة تذكرنا بقصة بدر، القصة ديال بدر، حين النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة وفرض عليه القتال. أما أهل المدينة فكانوا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤيدوه ويقاتلوا معه داخل المدينة، ما كان الشرط خارج المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشارهم، فالمهاجرين كانوا يقولوا: يا رسول الله نحن معك إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يسمع من الأنصار: أشيروا علي أيها القوم. فقال المقداد كلمة عظيمة جدا، قال: كأنك تعنينا يا رسول الله، والله لن نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون.
والله لو خدت بنا هذا البحر لخدناه معك لا يتخلف منا رجل واحد. وهذا الفرق الشاسع بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب موسى. سيدنا موسى عليه السلام أمام هذه الوقاحة وهذا الكلام البذيء قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يا ربي ليس لي حكم، ليس لي يعني قوة أن أرغم أحد على شيء، أنا لا أملك إلا نفسي وأخي هارون فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فجاء قدر الله، جاء العقاب الذي يسمى بالتيه. قال فإنها محرمة عليهم، هذا الأرض المقدسة لا يستحقها هؤلاء الناس، هذا القوم لألف العبودية مع يعني تقريبا 430 سنة وهم عبيد لفرعون للفراعنة، لا بد يمشيوا هذا الناس ويجي الواحد خور. فمحرم عليهم 40 سنة، أين سيكون؟ يتيهون في الأرض ضائعين هائمين في صحراء سيناء، هذه الأرض هنا. فلا تأس على القوم الفاسقين. وهذا أيها الإخوة هنا يبدأ فترة التيه، 40 سنة في صحراء سيناء. قالوا من تيههم حتى كان معهم ناس ليعرفوا الطريق، الأدلة الخريت، الدليل الخريت يعني ليعرف الطريق جيدا ويمشوا في الطريق، يعني كأنهم ذاهبون إلى الأرض المقدسة، ويبقوا أيام وليالي ثم يكتشفوا أنهم رجعوا للمكان ديالهم للصفر، فتاهوا وبقوا على هذا الحال 40 سنة. ولكن رب العزة سبحانه الرحمن الرحيم وإكراما لنبيه موسى اللي هو من أولي العزم ولأخيه هارون وللقلة المؤمنة اللي كانت معاهم ومنهم يوشع بن نون هذا التلميذ ديال سيدنا موسى، وغادي نشوفه كذلك مع موجود قصة معه، الله عز وجل أكرم بني إسرائيل مع أنهم في التيه. قال وظللنا عليهم الغمام، هما في الصحراء الحرارة، فاشتكوا إلى موسى، فدعا موسى الله عز وجل، الله عز وجل جعل الغمام تتبعهم أينما حلوا وارتعبوا حتى تظللهم. ثم ماذا سيأكلون؟ سأل الله موسى ربه، قال وأنزلنا عليهم المن والسلوى. المن قالوا هذا اختلف فيه في الحقيقة، فقالوا هذا ماء كان ينزل عليهم من السماء، فإذا اختلط بورق الشجر أصبح يعني كالعسل، فكان في الصباح يأتون ويضربوا أوراق الشجر هكذا فينزل هذا الماء يجمعوه، فإذا جمعوه عجنوه خبزا من أطيب ما يكون كانوا يأكلونه. والسلوى هذا هو طائر لذيذ جدا يسمى طائر السماني، فكان كلما وصل وقت الطعام جاءت هذا السلوى، طيور السلوى بأعداد غزيرة ونزلت عليه فيذبحون ويشوون ويأكلون إلى آخره. المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا. فرب العزة أيها الإخوة هو يبتلي بالخير والشر، حتى الإنسان إذا تمادى في الطغيان الله عز وجل يفتح عليه أمور الدنيا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ثم يقول الله عز وجل دائما في سورة البقرة في الآية 60 وإذ استسقى موسى لقومه، فموسى عليه السلام ها هم الآن بيأكلوا فيريدون الماء، استسقى موسى، استسقى أي صلى أو دعا دعاء الاستسقاء، احنا كنعرفوا الاستسقاء تدعي الله عز وجل حين تجدب الأرض كيخرج المسلمين رجال ونساء ويخرج معهم الدواب والصغار ويستسقون يدعون الله عز وجل، فاستسقى موسى لقومه. ولكن في الاستسقاء ينزل السماء
المطر من السماء. أما هنا الله عز وجل أنزل لهم الماء من حيث لم يحتسبوا ورأوا معجزة أخرى كذلك. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، اضرب بعصاك الحجر يا موسى. إذن هذا العصا، عصا موسى، هي عصا المعجزات. فضرب الحجر، موسى يطيع الله عز وجل، فانفجرت منه 12 عينا. 12 عين خارجين منها. علاش 12 عين؟ لأن بنو إسرائيل هم 12 قبيلة، 12 سبط. شكون هاد 12 سبط؟ هم أولاد ديال سيدنا يعقوب، 11 الأسباط زائد يوسف عليه السلام، الذرية ديالهم، كل ذرية هي يعني قبيلة. إذن فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كل قبيلة عرفت فين غادي تشرب. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كذا في سورة الأعراف. ولكنهم قوم بهت، قالوا يا موسى الآن لقينا الحجرة، وإذا مشينا المكان خور وما فيهش الحجر كيفاش غادي نعملو؟ فما فهموا بأن مش مسألة العصا والحجر، هذه فقط أدوات أسباب. فأخذوا قالوا خذوا معكم ذاك الحجرة، فكان كل ما بغوا الماء يجيو لعند سيدنا موسى فيضرب بعصا الحجر فينفجر منه 12 عينا. يا موسى لن نصبر على طعام واحد، احنا دائما نبقاو نفس الماكلة، نفس المن والسلوى، المن والسلوى. يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، احنا بغينا داك الشيء. قالوا أن احتف هذا لضعف إيمانهم ويقينهم، لأن المن والسلوى شيء كيجي من السماء، هما كي لا يؤمنون إلا بالماد والمحسوس، احنا بغينا نزرعوا ونخرجوا داك الشيء ونشوفوه باش يكون مضمون. هذا جاء الآن وما يدرك بعد ما يجيش. لا يعرفون بأن الله هو الفعال. شنو بغاو؟ ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يا للجهل، تستبدلون طعام ما كتخدموا فيه، اختاره الله لكم ويجيكم حتى ليديكم، شيء غادي تتعبوا عليه، بغيتوا هذا اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. شو معنى مصر هنا؟ مصر هنا مش هي مصر الدولة، المصر جمع أمصار وقطر، أي قطر. إذا بغيتوا هذا الشيء راه سهل، مشوا لأي مدينة قريبة تلقوا فيها هذا الشيء كله. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. إذن في هذا التيه وقعت أحداث عظيمة، نذكر منها حدثين. الحدث الأول هو حدث البقرة. في القرآن الكريم عندنا سورة، أطول سورة في القرآن سميتها سورة البقرة، وهي تحكي هذه القصة اللي وقعت في عهد سيدنا موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في التيه. وتعلمنا هذه القصة ألا نتبع طريق يعني هؤلاء القوم. شنو هذا الطريق؟ غادي تشوفوا طريق التشدد في الدين، إن هذا الدين يسر. فحين تشوف أن سورة البقرة هي أعظم وأطول، هي أطول سورة في القرآن، ستذكرك رد البال إن هذا الدين يسر، لا تتشدد في دين الله وإلا ستغلب. ماذا تحكي هذه القصة؟ يروى أن في بني إسرائيل كان عندهم رجل من أغنى بني إسرائيل، كان ثري جدا، عنده أموال كثيرة.
وكان عنده أبناء الأخ ولاد خوه، فما بغاش يموت، ما كيتسناوه يموت باش يورثو، ما بغاش يموت هذا السيد. فعمد إليه أحدهم فقتله ليلا، قتل عمه باش يورث فيه، ورمى الجثة نتاعو في أمام باب ديال أحد الإخوة نتاعو حتى يتهم ظلما. ففاق الناس، القوا رجل ميت، بكوه أهله وبدأوا يعني يتشاجروا ويتبادلوا التهم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، كل واحد يدرؤ التهمة عن نفسه ويلقيها في الآخر. فقالوا لما تختصمون يا قوم بيننا نبي الله كليم الله، هيا إلى موسى عليه السلام غادي نسوله يدعو ربه وهو غادي يعني يقول له من قتل عمنا. وهذا وقول الله عز وجل، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إذا مشوا عند سيدنا موسى يا كليم الله ادعوا الله يقولنا من قتل هذا الرجل. دعا موسى ربه وشق لهم، الله عز وجل يأمركم أن تذبحوا بقرة. يا موسى تضحك علينا تستهزئ بنا، احنا نقولوا لك بغينا تعرفوا شكون اللي قتل عمنا وانت تقولنا ذبحوا. أجاب العلاقة ديال البقرة، ما علاقة البقرة؟ أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله، أنا لا أقول لكم إلا ما أخبرني به ربي، لست من الجاهلين. كيقول ابن عباس رضي الله عنهما لو مشوا لأي بقرة، لو عمدوا إلى أي بقرة فذبحوها لكفتهم. شوف التشدد، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، بغينا نعرفوا اش من بقرة كيتكلم عليها، بغيتوا تعرفوا. هذا التشدد بدا، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك عوان بين ذلك، ماشي كبيرة بزاف، ماشي شيبانية وماشي بكر صغيرة، عوان متوسطة. في الأول كان أي بقرة يلقاها في الطريق يذبحها ويقول لهم بعد يلا احنا ذبحناها، شكون القاتل؟ لا، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وسورة البقرة ترشدنا إلى هذا المعنى أيها الإخوة. لكن كثير من المسلمين، كاين ثقافة عند المسلمين اليوم، كل ما شافوا الأمور متشدة يقولوا هذا هو الدين، كل ما شافوا اليسر والرحمة والخير قال هذا العالم هذا عنده كل شيء حلال. لا، نشوف الآخر عنده كيقولوا له بيري دير، ما يمكنش في الدين تكون بير ودير، إذا كنت ديرك ماشي بير. لأن أتقى الناس وأحسن واحد عرف الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان بين جوج الأمور إلا اختار السهلة، ماذا ماشي حرام يختار السهلة. وجاء ناس قوم عند بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفسرون عن عبادة رسول الله، جاءوا ناس كيقولوا كيفاش بغينا نفهموا كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله باش نعملوا بحاله. فلما أخبروا كأنهم تقالوها، من قالوا لهم ها كيفاش كيصلي وها كيفاش، قالوا هادشي قليل، هذا رسول الله ما كيعملش بزاف، قالوا ولكن هو رسول الله، أما احنا خصنا نعملوا كتاب. فأما أحدهم فقال أما أنا فأصوم ولا أفطر، أنا عمري ما ناكل بالنهار. والآخر قال أنا أصلي ولا أرقد، دائما قيام الليل. واحد قال أنا لا أتزوج النساء. فاسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم اجمعهم، أنتم من قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله، وما أردنا بذلك إلا خيرا. قالوا اسمعوا مزيان، ألا إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. مرة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة شاف رجل جالس في الشمس، الشمس حارقة الشمس، قال من هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا أبو إسرائيل، سميته رجل من الصحابة اسمه أبو إسرائيل، نذر لله أن يصوم ولا يفطر وأن لا يستظل، علاش بغاتش؟ قال بغى مرضة الله عز وجل.
قال مروه أن يأكل ويستظل إنما يعذب نفسه، الله بكم رحيم. إذن قال لهم الآن سيدنا موسى عليه السلام بقرة لا فارض ولا بك عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. حتى الصيغة الأمر فيها شوية ديال الغضب، ما تكتروش من الأسئلة، افعلوا ما تؤمرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كذلك في حديث دعوني أو ذروني ما تركتكم، لا تكتروا الأسئلة، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الله أهلك بنو إسرائيل لأنهم كانوا يكثرون الأسئلة ولكن يخالفون أنبيائهم. فإذا أمرتكم، شوف هالميزان ديال الدين ديال الإسلام، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، قلت لك هذه حرام ما تعملهاش، قالها محمد صلى الله عليه وسلم بعد عليها. وإذا أمرتكم بشيء، إذا قلت لك اعمل شيء حاجة فأتوا منه ما استطعتم، مش يعملوا، دير ذاك الشيء اللي تقدر عليه صف، ولا تكثر الأسئلة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، دابا ما بقاش غيخصهم حتى اللون، يقول لك ما هي وما لونها، بغيتوا اللون. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، يوم مشيت سارع على البقرة صفراء ماشي غير صفراء، فاقع لونها تسر الناظرين، تكون كتبري. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. شوف الوقاحة، فين غادي تلقاها بعدها؟ عاد تشابه علينا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. حتى في قولهم إن شاء الله هذا استهزاء بموسى عليه السلام، لهذا حتى احنا نردوا البل إن شاء الله، راهم بعد المرة كتقول لولدك إن شاء الله نعمل لك هذه، كيفهم إن شاء الله يعني عمرك ما تعطيها له، وهذا راه خطأ كبير. نقولوا إن شاء الله يعني يا ابني إما تقول له ما غاديش نشريها لك، وإلا يا ابني أنا باغي نشريها لك وبإذن الله غنشريها لك، ولكن ما عنديش الإمكانيات. إذا يسر لي الله شرح له، مش غير تقول إن شاء الله، ما جابش يطلق منك إن شاء الله نشريها لك، وانت ما في نيتك راه هي كذبة، تكتب عليك كذبة. قال إنه يقول إنها، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول زيد إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، هذه مذللة، هذه البقرة مذللة بزاف، ليست مذللة للحرث، ما كتحرطش وما كتسقيش ولا تركب، هذه مالكة، هذه مسلمة لا شية فيها، فيها لا ألوان مخربقة ولا مرض ولا قالوا الآن جئت بالحق، بعد ما بحثوا عليها أيام وليالي وما كيبحثوا عليها، في القوها، القوها عند رجل، عند شاب فقير كان ما عندوش أمه، عنده غير الأب نتاعه، وهو بار بأبيه ومن أفقر بني إسرائيل، ويتهلا في باه ويوكل باه مسكين شيباني ويتهلا فيه، فأراد الله أن يكرمه، جاءوا عنده قالوا له هي هذه، هي اللي عنده، قالوا متبيعة، قال لهم لا ما نبيع لكمش، بقاو يرغبوا ويزيدوا ويعطيوا الفلوس، حتى قالوا له غادي نعطيوك ثمنها ذهبا، قال لهم ولو ثمنها ذهبا منا. فالأب ديالو قال له يا ابني بيعها لهم بهذا الشيء اللي قالوا. فهو حين عرفهم يعني انهم تجادلوا مع نبي الله موسى شدد عليهم، قال لهم ما نبيعها لكمش الا تعطوني يعني 10 ديال الثمن ديال الذهب، ماشي غير هي، واعطوها له. وهذا يحيلك الى شحال كان هذا الورد هذا، يعني هذا كان رجل غني جدا، وبنو اسرائيل ولو في التيه كانوا من الاغنياء، اشتروها فذبحوها فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني راهم متردين مازال شاكين، التمر كله مازال ما عندهمش اليقين. طيب احنا ذبحنا، احنا نرجعوا الاول، واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها. الله كيقول لكم ذبحوها، وهز واحد الطرف، اختلف المفسرون، المهم هذا غير كلام، شي يقول لك الجيجو، شي يقول لك المهم ببعضها،
ضربوا ذاك الميت عمهم، فأحياه الله عز وجل. ها معجزة أخرى، كيشوفوا ميت يحيى بإذن الله، ناض والدم ديالو يسيل. قال لهم قتلني ابن أخي هذا، ها اللي قتلني، ورجع مات. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هل عقلوا؟ لا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. شوف الله كيفاش غادي يعطيهم المثال. القلوب ديالكم قست، فهي كالحجارة. علاش قال لهم كالحجارة؟ ما قال لهمش كحل الحديد، لأنهم شوفوا حتى الحجر كيخرج منه الماء، وقلوبكم ما يجي منها خير. فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. هذه كانت هذه القصة أيها الإخوة وقعت في التيه. الآن عندنا سيدنا موسى عليه السلام مع قلة مؤمنة، وبنو إسرائيل تقريب 600,000، وكان معه غلام تاعه كيربيه ويعلمه، اسميته يوشع بن نون. مر كذلك كما روى الإمام البخاري، ونمشيو الآن دابا من سورة البقرة غادي نمشيو لسورة الكهف، قصة أخرى. يروي الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، مرة كان يعمل لهم واحد الخطبة، في رواية يعني بكى الناس، بكى وأبكى، ثم من يكمل مشى في حاله. تابعه رجل قالوا: يا نبي الله، يا كريم الله، أي الناس أعلم؟ شكون في هذه الأرض أعلم الناس؟ فسيدنا موسى هو نبي من أولي العزم، جاوب على العلم ديالو، قال له: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. الله ما قبلش منه هذه الكلمة، أنا صعيب هذه، ما هو قالها اجتهادا، كان عليه أن يقول الله أعلم. فأوحى الله إليه، شنو أوحى إليه؟ إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. أنا عندي واحد العبد من عبادي هو أعلم منك، أين هو؟ في مجمع البحرين. مجمع البحرين فيها كلم كثير، قالوا هي في هي يعني ما بين البحر الأحمر والمتوسط. قالوا من بين الكلام اللي لقيته وعجبني شوية، قالوا هي في طنجة، مجمع البحرين، من قالوا التقاء البحر المتوسط مع المحيط الأطلسي، هو مجمع البحرين. سيدنا موسى عليه السلام قال له: أي رب، وكيف لي به؟ أنا نبغي نمشي ونتعلم عنده، هذا نبي من أولي العزم، غادي يمشي منين نسمع باللي كاين واحد عنده شي علم اللي هو ما عندوش؟ قال: أنا غادي نمشي لعنده حتى نتعلم منه. قال له: بمجمع البحرين. فأخذ الله عز وجل يعني أخبره، قال له: تأخذ معك حوتا. فين واد مجمع البحرين؟ قال له: خذ معك واحد الحوت، فتجعله في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. منين البلاصه اللي غادي يضيع لك فيها الحوت؟ داك الحوت شويه، منين يضيع لك الحوت وما تلقاش تما، غادي تلقى داك الراجل. فمشى سيدنا موسى عليه السلام. واذ قال موسى لفتاه لسيدنا يوشع بن نون، قال له: لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين، ما غاديش نحبس، غنبقى نتمشى حتى نوصل لهذا مجمع البحرين، او امضي حقبة اخرى، نمشي سنين عددا، يعني همه في طلب العلم. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. شنو وقع؟ سيدنا موسى تعب فجلس باش ينعس شويه، يعمل واحد القيلوله. سيدنا يوشع لم ينم، واحد المره كيشوف ان هذاك الحوته المشويه المقليه
بدات كتحرك. ثم اتخذ سبيله في البحر، مشات للبحر، تسربت الى البحر. فقال مشي يفيق سيدنا موسى، فاش اشفق عليه، قال خلي حتى يفيق ونحكي له هذه القصه. فنسي، نسى سيدنا يوشع، فقال له يلا زيد نمشيو نتمشوا. يتمشوا يتمشوا، واحد المره تعب سيدنا موسى، قال له ارايت اذا وينا؟ لا. فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، اعطينا ذاك الحوت ناكلوه، راح نتعبنا بزاف. الان عاد تفكر، قال له ارايت اذا وينا الى الصخره، هذيك الصخره اللي طحت فيها وقع فيها شي حاجه عجيبه معجزه، اش وقع؟ فاني نسيت الحوت، يعني نسيت ان اخبرك بما وقع مع الحوت، وما انسانيه او ما انسانيه كذلك في قراءة إلا الشيطان أن أذكره. الشيطان هو اللي نساني هذا. واتخذ سبيله في البحر، يعني هذاك الحوتة راح يا الله ورجعت البحر، أمر عجيب. واتخذ سبيله في البحر عجبا. سيدنا موسى قال ذلك ما كنا نبغى. هذه الآية اللي حكى لي عليها الله، هذا الشيء اللي كانت سنانا. فارتدا على آثارهما قصصا. شنو معنى ارتدا؟ رجعوا على الآثار ديالهم، على رجلهم باش يوصلوا، باش ما يتلفوش يوصلوا لذاك الصخرة. هذا معنى القصص. قص يقص، أي تتبع الآثار. فوجد عبدا من عبادنا. إذا لقوا هذا الرجل وهو سيدنا الخضير عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند البخاري: فإذا هو رجل مسجا ثوبا مغطي عليه بواحد الثوب، فسلم عليه موسى، قال له السلام عليكم ورحمة الله. فنظر إليه الخضير، قال له وأن بأرضك السلام؟ منين كتعرفوا أنتم ماشي سلام؟ أنتم هاد الناس هادو ما تعرفوش السلام. قال أنا موسى. قال له أنت موسى بن عمران، موسى بني إسرائيل؟ قال نعم، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. أنا جيت عندك باش تعلمني. قال له إنك لن تستطيع معي الصبر، هذا الشيء اللي أنا عليه ما عندك حتى شي علم به، راه بعيد عليك، ما غاديش تصبر. قال له يا موسى إني على علم من الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه. داك الشيء اللي علمك الله أنا ما عنديش، واللي عندي ما. وهذا أيها الإخوة، يعني سيدنا موسى هو من أولي العزم، لا شك أن سيدنا موسى هو أعلى مرتبة من الخضر. فكيف اليوم الإنسان يعني يتكبر وما يجلسش يسمع وما يطلبش العلم، يبين له الشيطان بأنه يعلم أكثر من الناس، وخاسر أنت تعرف أحسن منه. كان أهل العلم وكان تابعين وكانوا الصالحين يتعلمون من تلاميذهم ويجلسوا في حلق تلاميذهم. وهذا الدليل عندنا، موسى عليه السلام جاي يتعلم من واحد لا شك هو أدنى منه، وعنده واحد العلم اللي ما عندوش، ولكن أدنى منه رتبة. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، ما تقدرش تصبر على هذا الشيء اللي عندي أنا. قال له سيدنا موسى عليه السلام اعطيني شونس، يعني ما تحقرنيش. وشوف اش قال له موسى في الاول، قال له موسى هل اتبعك، ماشي اتبعك، نتبعك واحد الاتباع يعني كامل، على ان تعلمني واحد شويه من داكشي اللي عندك مما علمت رشدا. والمعلم يقول له رد البال، هادشي مش سهل، انك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ هادشي اللي عندي راه يفوق العقل نتاعك. قال ستجدني ان شاء الله صابرا. اشوف هذه ماشي بحال اخرى، واحد ان شاء الله اخرى، هذه فيها عزيمه. ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. من الشيء المهم في طلب العلم ايها الاخوه، وانك حين تسمع تبغي تتعلم شي حاجه، اجي تسمع وداك الشيء اللي في راسك خليه، حطه في واحد القنت، ما تخليهش كيبرصط لك الدماغ ديالك.
يروى أن شاب شاب غي يتعلم الحكمة فأرشد إلى حكيم، قالوا له فلان مشي للبلاصة الفلانية في عهد السيد حكيم، هذه قصة يحكيوها في الآداب ديال طالب العلم. فوصل لعندو استقبلو ثم قال له بغيتي شاي ولا قهوة؟ قال له اللي بغيت. مشى غاب عليه نص ساعة ولا أكثر، فبدأ يسيء الظن في هذا الشاب وكيربيه، كيفاش هذا حاش من الحكمة هذه وضيع لي وقتي. بعد نصف ساعة جا لعندو وبدا كيكب له الشاي، قال له هاك الشاي، هذاك الطص ديال ولا الكاس في واحد الطبسيل، قول في واحد الصينية، وحطوا له فوق الطبلة بحال هذا وكيكب له داك الشاي. عرفتي الشاي اجاي منين كطلع ديك السخونية ديالو سخون والريحة نتاعو مزيانة، ها كاين اللي فيهم الجوع دابا بلا كتحس بيه هنا ياك، يا وكيطلعوا له وكيشم داك الرائحة وكيكب له الشاي، يكب كب كب واحد الوقت هذاك الكاس عمر وداك الحاكم مازال كيعمر، فاض على داك الطبيصل هو مازال يعمر، فاض على الطبيصل وعمر الصينية مازال كيخوي، فاض على الطبلة مازال كيخوي، هاود الزربية فما صبرش هذاك الشيء. قال له يا شيخ أنت أعمى، ألا ترى أن الكأس امتلأ ما يمكن تزيد تعمره؟ قال له هذا هو الدرس ديال اليوم، إذا بغيت تتعلم الحكمة قال له ائتني بكأسك فارغا، خوي الكأس نتاعك واجي بيه، ما تجيش بالفهامات، لأن ذاك الفهامات غادي تمنعك من العلم. حنا كندرسوا علوم كثيرة بعض الناس عند ليسوا مسلمين، بل ملاحدة كتاخذ منه ذاك الشيء من الألف حتى الياء. أما إلا بقيت تسمع لا وهذه وكذا، لا لا خذ كلش، بعد منين تكمل ذاك المادة ذاك الساعات عاد غادي تضيف هذاك الشيء اللي عندك، فغادي ستنمي شخصك وتزيدك علم وعمل إلى آخره. أما إذا تبقى أنت تسمع وأنت يعني بكأس ليس فارغ ما غاديش تفهم. فلهذا سيدنا الخضير قال له فلا تسألني عن شيء، ما تكثرش من الأسئلة حتى أحدث لك منه ذكرى، خلي نكملوا الشغل ديالنا وبعد طرح الأسئلة اللي بغيت، ولكن في الوسط ما تسولش. فانطلق، يلا بسم الله عملنا الكونترا يلا نمشي. حتى إذا ركب السفينة، مشاو لقاو واحد الناس خدامين عندهم سكن فقراء، عندهم واحد السفينة كينقلوا بها الناس والبضائع. عرفوا الخاضر رجل صالح كيعرفوه، ركبوه ما بغاوش يشدوا منهم حتى الفلوس، ركبوهم بلاش. منين وصل الجهة الأخرى الخاضر عليه السلام مشى لهذاك قبل ما ينزل مشى لواحد الخشبة كبيرة اللي كانت في الوسط واقتلعها وهرسها ورماها. سيدنا موسى مفهمون الناس داروا فينا الخير هكذا كتجازيهم وفقراء مساكن باش غادي يخدموا الآن راس المال ديالهم ضيعتي. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرأ، هذا شيئا. قال ألم أقل لك، غادي يفكروا ياك قلت لك بلي هادشي راه ما غاديش تصبر عليه، اللي مازال جاي راه كثار من هادشي اللي شفت، إنك لن تستطيع معي صبرا. كيقول ابن عباس رضي الله عنهما منين كانوا جالسين في ذاك السفينة جا واحد العصفور فنقر وهز واحد القطرة من ذاك البحر ومشى. سيدنا الخضير قال له يا موسى أترى كم أخذ هذا العصفور من البحر؟ قال لا شيء قطرة. قال والله كل علمي مع علمك في علم الله أقل من هذه القطرة في البحر. الله عز وجل وسع علمه السماوات والأرض سبحانه. زيد أسلي فانطلق حتى إذا زيد لا قال لا تواخذني بما نسيت، راني غير نسيت. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك كانت هذه الأولى من موسى نسيانا. ولا ترهقني، ما تزيرش عليا، ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق زاد
مشاو دخلوا واحد القريه لقاو واحد الغلام وليد صغير مشى ليه قتلو حتى اذا لقي غلاما فقتله. ما صبر سيدنا موسى قال اقتلت نفسا زكيه زكيه في قراءه زاكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا او نكرا كذلك. قال الم اقل لك قبيلاش قال له الم اقل انك انا باغي نضبو شويه الم اقل لك انك لن تستطيع معي الصبر. يوسح يا سيدنا موسى حشم قال له ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. الان صافي راك اعطيتني كاع خلي لي التروازيام شونس هي الاخرى. فانطلقا مشاو دخلوا لواحد القريه جاهم الجوع طلبوا ضيف الله. وفي العرف ديال الزمان دائما حتى عند جدادنا والوالدينا كان الضيف حق ديالو ثلاث ايام. ولكن هادو قوم لئام ما بغاوش يضيفوهم قال ما نعرفوكمش مشيو بعلكم. فاستطعما اهلها فابوا اي رفضوا ان يضيفوهما. ثم شويه سيدنا موسى كيشوف واحد السور قريب يطيح مشى سيدنا موسى طيحوا وبناه جديد. سيدنا الخضر موسى قال له احنا جيعانين وهاد الناس لئام كون على الاقل تقول لهم يخلصوك في هذه الخدمه اللي خدمتي. هو شاف ما قالش شي حاجه كبيره لو شئت لاتخذت علي اجر. قال هذا فراق بيني وبينك صافي ما تزيد تبقى معايا ما نبقى معك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وددنا ان موسى رحم الله موسى وددنا لو انه صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. الان غادي نخبرك اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها. شوف الادب اردت انا ان اعيبها هو امر الله. وسيدنا الخضر راه بحال ملك الموت بحال الرعد هذا قدر الله عز وجل هو الله عز وجل يقول له شيء يعمل. فاردت ان اعيبها ما قالوش اراد الله ان يعيبها. وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. دابا لو سيدنا موسى كان على باله باللي راه نجاه بهذا كان غادي يعترض عليه ما كان يعترض عليه. لو كانوا الناس هذوك الناس المساكين لا هما لا خربوها باش ما يديهاش الملك. ملك ياخذ السفينه وصل ذاك السفينه لقاها خربانه قال هذه ما ناخذوهاش وما بعد صلحوها وخدموها. واما الغلام فكان ابواه هادشي ما يدخلش العقل ديالك هادشي ماهوش منطقي يا موسى تعرفوش لان يعني هذا ماشي قانون بشري. فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. والدي المؤمنين وهذا عفريت. فاردنا ان يبدلهما ربهما ماشي قال نبدلهما منين وصلت الخير نسبوا الى الله ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما. واما الجدار هذاك اللي شتني هدمته راه في قصه حتى هو. فكان لغلامين يتيمين هاد الناس لئام وغلامين يتيمين لو طاح بقى حتى طاح هذاك السور كان يظهر تما واحد الكنز اللي جدهم خلاه لهم وكانوا غيديو لهم ذاك الكنز. فانا هدمته وعطيتهم الامانه ديالهم وبنيت ما شاف حتى شي واحد وما وصلهم ذاك الكنز ديالهم. فاراد وكان ابوهما صالحا هذا هو القيمه ديال التقوى دا تكون تقي الله عز وجل يحمي حتى ولادك ويحفظ حتى ولادك. لهذا كان احد الصالحين اللي ينوضي في البيت نتاعو يقوم الليل ويدعي ويصلي ويقرا القران ويعمل اعمال الصالحين ويقول وليداتو هادشي راه كنعملوا لكم. وكان ابوهما صالحا باش يحفظكم الله عز وجل. ثم يقول له فأراد أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا. يمكن كثرنا في العربية وقيل هذه القصة بعدها أيها الإخوة
في هذا التيه غادي يموت سيدنا هارون عليه السلام ويدفن، يدفنوا سيدنا موسى. بعد بسنتين سيموت سيدنا موسى عليه السلام وهم في التيه، وسيدنا موسى غادي يولي أمر بني إسرائيل ليوشع بن نون، لأن دابا القائد ديال بنو إسرائيل ويوشع بن نون، اللي غادي نشوفوا القصة نتاعو إن شاء الله في المرة القادمة. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإلى الفرنسية.